النهارده ارسنال ومانشستر سيتي، انا بالنسبه لي اللي خسر مش اللي خسر، جزء كبير من خساره ارسنال النهارده ضربه توماس بارتي خلصت عليهم. نزلوا المباراه النهارده مفيش توماس بارتي، وان كان ارسنال في رايي في المجمل في 90 دقيقه كان عامل مباراه معقوله جدا، بس كان عنده مشكله في النجاعه التهديفيه او النجاعه على المرمى. يعني كلام سليم يا كريم، يمكن افتقد بارتي بشده، بعتقد انه جورجينيو سد مكانه الحقيقه، كان في كم خطا منه يمكن في التغطيه شويه، لكن ما حسيناش قوي بغيابه، لكن اثرت عليهم في المنظومه. يمكن اعتماد ارتيتا على المنظومه دي، التشكيله اللي عمرها ما اتغيرت في وجود بارتي في النص، تغيير التاني لاول مره في مباراه في الدوري من بدايه الدوري يا كريم، يقعد بن وايت اول مره يقعد، وكان تومياسو للاسف طبعا سبب في الهدف الاولاني وحتى في التاني وفي ممكن يعني في ديفلكشن فعلا في تغيير اتجاه صح شيلهالوش قوي يعني، بس يعني لمس الكوره برضه يعني داخل فيها. فالحقيقه اثروا على ارسنال، انت بتقول عمل مباراه جيده، بشوف رغم النتيجه ان ارسنال كان الافضل، لكن في الكوره دايما ممكن تكون بتادي او بتعمل مباراه كويسه، لكن ما عندكش، ما وصلتش لمرحله النضج الكروي الكامل انك تحسم المباريات. انكيتيا عارفين ان ارسنال ضرب في وقت حاسم جدا من المنافس على الدوري، هو متصدر في ضربه خيسوس اللي اخيرا لا ضليته في المهاجم، وانكيتيا بيحاول يعوض ده، وعوض الاسابيع اللي فاتت باداء كويس، لكن الحقيقه مش المهاجم اللي يقدر يقتل الفرص يا كريم. النهارده في ضربتين راس، لما يجي لك ضربتين في مباراه زي دي في السته ملعوبه دقيقه جدا الكروس، لازم تقتل الفرص، هو حتى مش حاططهم في الثلاث عرضات، فبالتالي ارسنال بيفتقد المهاجم بشكل صح. رسمي وصريح. بعتقد كمان النهارده فكره وجود، يعني الناس بتتكلم على اداء دي بروين، مفيش كلام طبعا، وحتى انا معانا حالات يعني لما نعرضها ازاي دي بروين ساهم بشكل كبير في المكسب. يلا بينا نعرض، يلا بينا نعرضها، مش يعني لحد ما نعرضها حالات اسر على طول بتاع دي بروين لحد ما الشباب يجهزوها كريم. يمكن النهارده الفريق اللي بيمتلك ايرلينج هالاند مش بس كمهاجم، في انه يوصل للمرمى، البريك ثرو او الكوره اللي حصلت في الخطا في في في, في الهدف الثاني من جابرييل والخطا اللي عمله، وجود هالاند في السويتش مهم جدا. لما يبقى عندك هالاند كمان، الناس كانت بتقول مثلا بس اول لمسه لما جاب الجون مش افضل لمسه، بس انت عندك لاعب بالقوه دي يا كريم بيلعب برجليه اليمين والشمال، لو استلم بالشمال وهي الويك ليج بشكل مش افضل شيء، او استلم باليمين وبشكل بس هيستلم بواحده ويجيب الثانيه. مهم قوي يبقى عندك مهاجم بيتحكم في رجليه الاثنين، مفيد جدا. دي الكره الاولانيه، الحاله الاولانيه. طبعا هنا ارسنال في بدايه المباراه والاوقات كثيره كان بيجبر سيتي يلعب المباراه اللي ما بيحبهاش، اللي هي ايه؟ يمنعه من التحضير ومن البيلد اب من تحت، فكان بيلعب اللونج بول. رغم ده وبخطا من لاعب ارسنال تومياسو، استغل سيتي فكره اللونج بول، الكره اتلعبت طويله، ضغط بس هنا جريليتش، دي بروينا متاكد باحساس اللعيب الكبير ان تومياسو هيغلط، فقطع ما بين طبعا الجاب ما بين الاثنين سنتر باكين جابرييل وصليبه، وغلط حد اول ما الكره جت، غلط طبعا الحارس وحطها ممتازه. في كره معانا برضو الحاله اللي بعدها على طول، هو الحالات يعني قليله، نفس القصه، انت بتجبر هنا الكره ملعوبه من ادرسن، بص دي بروينا واقف فين، كان بيعتمدها كتير قوي جوارديولا لما عرف ان ارتيتا عارف يخنق وسط الملعب عليه ويخنقه، انه من تحضير الهجمات والتمريرات كان دايما هالاند بيقطع خلاص، بيعمل هو فكره الـ 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 المهاجم الستاندرد او اللي انت تبني عليه، وبيقطع على طول دي بروين في ظهره. الكره دي حصل منها كده، لما لعبها المره دي لما لعبها هالاند وصلت تومياسو، لكن تومياسو غلط وتسبب منها الجون. خش على الحاله اللي بعدها. هنا فكره لما تحول المباراه، تحول اللقاء من 1-1 لسيتي بيكسب بخبرات ونضج كبير قوي يا كريم. هنا طبعا ادي جابرييل هو اللي بيجري على فرناندو، هنا في اوت اوف بوزيشن. بص هالاند فين، لما تسيب ربع المساحه دي او تسيب لهالاند ربع فرصه او نص فرصه، هو قادر انه يقتلك او يغير مجرى المباراه. هو بيقتلك فعلا في اول لحظه بالظبط. بصراحه لما بيجي يعني انا دايما بشفق على اي مدافع بيجي عليه هالاند، مفيش كلام، شوف هالاند جاي بيجري عليك. انا بحسها بيجري عليا. الخضه على 3 دي حاجه كده اللي هو ايه، تقعد تفكر لو مش بني ادم. هو انا لو مدافع اكيد هسيبه يجيب الجول. انا مش هعمل مجهود، هسلم على طول، اجي اخدها وهتصاب وهتكسر وهتدغدغ وهيبقى شكلي مهين جدا يعني. قطع في المساحه طبعا هنا، وتحولت الكوره بتمريره ثلاثيه من هالاند لجوندوجان في الاخر لجريليتش اللي كان قاطع الناحيه الثانيه خالص غير مراقب تماما، وسجل هدف.